بذكرى بناء الإنسان والسعادة الهوية المصرية، المصري هو عنوان الثقافة، سواء بنتكلم عن المصري من بداية التاريخ، ارتباط الحضارة المصرية بالثقافة وإنها كانت فجر الضمير الإنساني مش بس الثقافة. فكان من الغريب جدا إنه ينتزع كمان من المصريين كل التعليم الجيد، وبالتالي انتزعت منهم الثقافة الجيدة على مدار السنوات. لكن معرض الكتاب بيفضل دايما عنوان للثقافة، والنهاردة زميلنا الغالي حسام عمل جولة في معرض الكتاب اللي أعتقد أنها كانت أجمل بكتير من أننا نرجع تاني النهاردة نتكلم. إحنا بقالنا أسبوعين بنتكلم يعني معرض هي الكتاب، جولة سريعة برضو أنا حاولنا فيها بالنسبة لأول يوم. أنا مبسوطة أنك رحت في أرض الواقع. وأنا الحقيقة انبسطت أخبار جدا. الزحمة إيه؟ لا، ما ده بقى عايز اقوله، انا بشجع الناس كلها ان هي تروح لاول يوم. يعني لما تسمع انه في، انا عرفت بعد كده ان كان حصيله اليوم الاول 72,000 زائر، لكن انا لما كنت هناك في معرض الكتاب ما كنتش حاسس انه في هذه الكثافه الكبيره، لانه حصل حل سحري، وانا متاكد ان هو في الكلمه اللي بقولها سحري. ليه؟ لانه موضوع الحجز الالكتروني خلى كمان انه ما فيش اي تكدس من اي نوع. يعني معرض الكتاب فيه الاف البشر، لكن في نفس الوقت مش هتحس ان في زحمه، مش هتحس ان في تكدس، وفي خدمات للجميع، والصالات كلها مكيفه. انا عرفت الناس خايفه شويه الحر. من موضوع الحر، وليها حق تخاف دي الحر او الايام دي، لكن الصالات مكيفه وفي نظام جميل جدا هتشوفوه من خلال التقرير الجاي. أهلا بحضراتكم في جولة خاصة من برنامج التاسعة، جولة خاصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52. احنا النهاردة في أول أيام الزيارة، والحقيقة رغم أنه الجو حر شوية، لكنه احنا مع بداية وصولنا لقينا فيه عشرات بل والمئات من المصريين بتتفقوا من كل مكان، والحمد لله المعرض يبدو زحمة لكنه زحمة مرتبة ومنظمة. يعني ما فيش مثلا الطوابير اللي شفناها السنة اللي فاتت شوية في الدخول، طبعا لأن الحجز أصبح إلكتروني وبالتالي في إجراءات في التيسير على المواطنين. خلينا أقول لكم كمان أنه احنا في دورة استثنائية وغير عادية، طبعا أول الظروف العالمية وظروف فيروس كورونا، لكن نقدر نطمنكم أنه مع ذلك فشايفين أنه في إجراءات احترازية كويسة جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. لو بصينا حوالينا هنلاقي فيه العيادات المتنقلة لوزارة الصحة بتجوب المكان كمان حرصا على المواطنين، في مظلات محطوطة في كل مكان طبعا عشان حرارة الشمس الشديدة، لكن مع ذلك الناس برضو بتتجول بمنتهى الأريحية والسلاسة وتتنقل ما بين القاعات اللي هي كلها قاعات مكيفة. الحقيقة المعرض السنة دي فيه زخم كبير، لأنه عندنا أكتر من 1200 ناشر وألاف 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 من العناوين. إحنا النهاردة هنحاول ناخدكم في جولة في أول أيام المعرض تحت عنوان في القراءة حياة، هنوريكم الحياة كمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52. يلا بينا. لسه مستمرين معاكم في جولتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويمكن احنا في جناح مميز جدا وواحد من اكبر الاجنحة في المعرض هذا العام، وهو جناح الازهر الشريف، بما يقدمه الحقيقة من خدمات مختلفة وانشطة كمان متنوعة. يمكن نفهم اكتر عن الجناح واللي بيقدمه السنة دي، وكمان دور مؤسسة الازهر الشريف في دعم الثقافة والتنوير. خلوني ارحب بحضراتكم بالدكتور محمد الورداني، منورنا، وايضا حضرتك منسق في جناح الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بحضرتك استاذ سامي، شرفتونا في الجناح. لو تدينا فكره عن جناح الازهر الشريف اللي بيقدمه ايضا للقارئ او الزائر هذا العام. تمام، احنا طبعا هنا في جناح الازهر الشريف اعتقد ان الجناح يمثل النموذج مصغر لبعض وليس كل بعض انشطه الازهر الشريف اللي بيقدمها للجمهور على مدار العام، سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي او ما يتعلق منها بالجانب التوعوي وما الى ذلك. خلينا أقول إن جناح الأزهر بيمثل جزء مهم جدا من دور الأزهر اللي بيركز على قضية الوعي، قضية الوعي سواء تتعلق بالجانب الفكري والتثقيفي أو الجانب بجانب بناء الإنسان، بناء الإنسان اللي بيقوم على رعاية علمية، على رعاية تنموية،
ولذلك احنا بننطلق من اهتمامات بفئات متنوعة من المجتمع، بنركز على الطفل، بنركز على الشباب. انا شايف في جناح للطفل مخصوص. احنا عندنا جناح جزء طبعا خاص بالاطفال، بيقدم لهم بعض ورش العمل والدورات التنموية والعلمية، إضافة طبعا في مجلة نور، وهي مجلة طبعا معروفة لدى فئة الأطفال. عندنا ما يتعلق بجانب الإصدارات العلمية، وهو يمثل أهم جزء، وطبعا هو اللي بيبنى عليه المعرض القاهرة الدولي للكتاب. الإصدارات العلمية عندنا إصدارات علمية في قضايا متنوعة وقضايا نوعية. جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام متميز، حتى في ظل الظروف الاستثنائية والاحترازية في مواجهة أزمة كورونا، احنا كنا حريصين جدا ان احنا نقدم كل الأنشطة اللي بنقدمها كل سنة حتى ولو كان ببديل آخر. أيضا شايفين متحف المخطوطات كمان، وفي وثائق يمكن والصور نادرة. الأزهر بيتميز في الجزء ده ان احنا عندنا نوادر المخطوطات والوثائق اللي بتعود لمئات السنين، بل بتجاوز الألف عام، اللي هي عمر الأزهر الشريف على مدار التاريخ ده كله، بتحكي مواقف علمائه وشيوخه الأجلاء على مدار هذه الفترة. عندنا معرض للفنون والمواهب اللي بيقدمها طلاب المعاهد الأزهرية، عندنا ورش عمل توعوية تتعلق مثلا بالتوعية بعقار كورونا، مواجهة كورونا. عندنا ورش عامه متعلقه مثلا بمواجهه سرطان الثدي، بتوعيه السيدات في هذا الامر. على اي حال احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور، وسعداء جدا بوجودنا في الجناح اللي فعلا متميز هذا العام. لسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والحقيقة وجود متميز السنة دي لأكثر من 1200 دار نشر بتشارك في المعرض بألاف والألاف من العناوين العربية والأجنبية. يمكن كمان كنا سعداء بلقاء أستاذ أحمد حسن محمد، وهو أيضا مدير دار الإمام الرازي للنشر. أهلا بحضرتك فندم، منورنا. أهلا وسهلا بسعادتك فندم. حضرتك أحد العارضين السنة دي في المعرض، لو تقول لي بالنسبة لتسهيلات المتعلقة دور النشر شايفها ازاي السنه دي في المعرض؟ بدايه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. مجرد اقامه المعرض واصرار الدوله على ان المعرض يقام، ده حاجه تدعونا كلنا للشرف والفخر في ظل الظروف الحاليه. وطبعا كلنا حاولنا قدر الامكان ان احنا نقف في ظهر الدوله ونساعد على انجاح المعرض بكل الامكانيات الماديه والامكانيات الادبيه المتاحه. عندكم عناوين كتيرة السنة دي وإصدارات جديدة ومتنوعة كمان. فعلا هو المقياس لأي دار نشر بتكون موجودة في المعرض، حتى ده بيكون اشتراط من الهيئة العامة للكتاب إن يكون في عدد مناسب للإصدارات الجديدة بما يوافق سنة 2020 و2021، والحمد لله كنا احنا من ضمن دور النشر اللي عندها العدد المطلوب. كنت شايف بقى معاك كمان ده ابن حضرتك ده ولا محمد؟ أهلا يا محمد، فرصة سعيدة. أنا أستاذ. إيه رأيك في المعرض السنة دي؟ رحت فين وجيت منين؟ ولا قضيتها لعبة وجبتش كتب شكل؟ لا عادي، كنت بخرج وأشوف المكاتب وأتعرف عليهم، وكنت ببحث عن كتب تانية برضو. عادي. طب عجبك المعرض السنة دي؟ طبعا. والتنظيم أحسن من أي سنة. خلونا نلتقي مع حضراتكم بواحد من الناشرين في السور الأزبكية وداخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا بحضرتك. اسمي احمد علي. احمد علي وناشر مسؤول عن جناح بي 62 سور الأزبكية. يعني كلمني عن مشاركتك السنه دي، وانت عارف دايما سور الأزبكية دي مكانه خاصه عند المصريين، بس حبيت تيجي عشان الاسعار معقوله والحاجات النادره. كلمني السنه دي عن مشاركتك وشايف ازاي انطباعك عن المعرض. الحمد لله السنه دي حوالي 50 جناح من سور الأزبكية، اكتر من السنه اللي فاتت، والحمد لله الاقبال معقول جدا يعني بالنسبه للظروف اللي فيها الكورونا والمحيطه بالجو دوت. ودايما يعني سور الأزبكية لي طلبوا عند الجمهور تعدد الموضوعات اللي موجودة عندنا والسعر البسيط، والحمد لله الإقبال يعني فوق المتوقع. يعني أنت إيه رأيك في التنظيم السنة دي؟ أنت كناشر مرتاح، أو يعني تم تهيئة مكان كويس ليك، أو خلينا نقول يعني مرتاح في المشاركة السنة دي؟ الحمد لله المعرض من ساعة النقلة الجديدة دي في التجمع هنا، والدنيا مختلفة خالص عن المعرض القديم، نظام جديد، حاجة تشرف يعني المعرض. سور الأزبكية مكانه دلوقتي أحسن من زمان في المعرض. المعرض عامة من ساعة النقلة ديت هو أحسن بكتير من الأول، حاجة تشرف البلد.
يمكن من اجمل حاجات السنه دي اللي احنا ملاحظينها في معرض القاهره الدولي للكتاب ان وجود كتير من اصدقائنا العرب ومن العالم الاسلامي كمان، وطبعا بيزوروا كل اجنحه المعرض، بيقبلوا على الشراء، لكن كمان في حضور مميز داخل الجناح الخاص بالازهر الشريف. الحقيقه لانه الجناح كمان مميز وفي يمكن اكتر من نشاط ممكن تقوم بيه، سواء مركز الفتوى، سواء متحف المخطوطات، او المركز الاعلامي لو عايز تطلع ايضا على الجديد. كمان زي ما حضراتكم شايفين يمكن ورايا منفذ بيع الكتب وباسعار مخفضه وكمان في متناول الجميع. احنا كمان في المعرض قابلنا كتير من اصدقائنا من العالم الاسلامي، ويمكن اتعرف هنا بضيوفي وبضيوف مصر المنورين من اندونيسيا. اتعرف بحضرتك. اسمي عبد الرؤوف، انا من اندونيسيا. اهلا وسهلا. واسمي محمد عارف، وانا من اندونيسيا برضو. عبد الرؤوف ومحمد، كيف وجدتم معرض القاهره هذا العام؟ هذا المعرض طبعا مشهور جدا في سائر الاعلانات في فيسبوك والتلفاز يعني، وهذه سنه يعني ثلاث مرات في يعني في بالنسبه لي ثالث مره تيجي. ثالث هل شايف تحسن في المعرض؟ يعني هل المعرض هذا العام افضل من العام السابق او الذي يليه؟ يعني هذه السنه في شيء اخر، عشان في هذه السنه في الكورونا وعادات اقل من في السنه السابقه، ولكن الفرحان طبعا لا ينقص من نفسي. طيب محمد، اشتريت ايه يا محمد هذا العام؟ أنا النهاردة اشتريت بعض كتب بتاع مفكر إسلام. أنت تدرس في الأزهر الشريف صح؟ أنا درست في جامعة الأزهر بكلية أصول الدين. طيب بنشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى لكم كمان جولة سعيدة. شكرا جزيلا. يا رب. شكرا. زوار بعض القاهرة السنة دي الحقيقة من كل الفئات، لكن أنا ملاحظ إن الشباب يمكن الفئة الغالبة السنة دي، وإحنا بنحاول كمان نتعرف عليهم من خلال تواجدنا النهاردة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وخلينا نرحب بيكم. أهلا بيكم. أتعرف بيكي؟ سارة زيت. نورهان. أهلا بيكم منورين معرض القاهرة الدولي. أخبار المشاركة إيه السنة دي في معرض القاهرة الدولي؟ يعني شايفين المعرض عامل إزاي؟ إيه انطباعكم عنه؟ لطيف جدا، المعرض شيك جدا، والمكان مجهز جدا، ومكان كويس جدا. الدنيا كانت حر قوي النهارده، ما فكرتوش مجوش؟ بالعكس، القاعات مكيفه، فمشجعاني جدا ان انا الف وان انا اشوف كل دور النشر. حضرتك برضو كنت حابه تيجي اول يوم، يعني برافو عليكم، انتوا اول يوم موجودين. قولي لي انطباعك ايه عن المعرض السنه دي، ولو هتقارنيه بالسنين اللي فاتت مثلا؟ لا، المعرض تحفه بصراحه، كل حاجه مختلفه، القاعات تحفة، المكان مكيفة، بتساعدني ان انا اركز وان انا اشوف الكتب. في اماكن، في كمان ناس كتير بتساعدنا لو في حد محتاجة حاجة، بتلف معانا هنا مكان كذا هنا كذا، بسأل عن حاجة. لا، في كل حاجة والتنظيم، وبتعرفوا توصلوا اللي انتوا عايزينه بسهولة كده. في كل حاجة بوصلها، انا عايزة اوصلها، بيقول لي قاعة كذا كذا في المكان كذا، يعني مساعدة تامة بصراحة. نتمنى لكم جولة سعيدة، وان شاء الله تبقى مشاركة دايمة وعلى طول. شكرا جزيلا، نورتونا. واحنا بنتمشى كده في المعرض برضو بنقابل شخصيات مختلفه، وكمان الزوار مختلفين، ويمكن قابلنا دلوقتي نوران. صح نوران، اهلا بيك يا نوران، منوره. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. نوران، قولي لي اخبارك المعرض السنه دي ايه معاكي؟ مبسوطه فيه؟ مرتاحه فيه؟ ليه حبيتي تيجي اول يوم كده بسرعه؟ بصراحه التنظيم هايل جدا، وحجز التذاكر اونلاين دي كانت حاجه حلوه جدا وبتنظم. الاسعار عامله ايه معاكي السنه دي؟ لا، ما انا شايفه ان الاسعار اقل من السنه اللي فاتت تقريبا. في كل الحاجات. طب انا شايف اياد معاه شنطه، هي اياد وريني جبت ايه. اياد جبت كتاب المغامره دكتور نبيل فاروق طبعا الله يرحمه، وانا شايفك محمل اهو كويس. وزي ما قلنا لحضرتك يمكن الشباب في كل حته في معرض القاهره الدولي للكتاب. قول لي عن مشاركتك السنه دي في معرض القاهره الدولي للكتاب، شايف ازاي المعرض السنه دي مثلا مقارنه بالسنين اللي فاتت؟ هل انت مرتاح فيه مبسوط فيه؟ لا، المعرض كويس، وحتى كمان الزوار مش كتير. السنه اللي فاتت كان زحمه جدا، حاليا دلوقتي عشان كورونا وكده فالعدد قليل، فده حاجه كويسه جدا يعني. لو عايز تشتري السنه دي من المعرض احكي لي كده. والله انا ناوي انزل دار الحجاز، فيها كتب كويسه يعني، فناوي انزل ان شاء الله اشتري منها، و
اخد جوله كده في المعرض بالكامل، ولو عجبنا حاجه اشتريها ان شاء الله. طب سالت على الاسعار السنه دي، شايف الاسعار ازاي؟ يعني الاسعار كويسه يعني لحد ما كويس. في اوفر زائد او في عروض؟ الحاجات الجديده بتبقى غاليه شويه، يعني الحاجات يعني اللي قبل كده بتبقى كويسه وفي اوفر برضو.